اهلا بكم طلاب الصف الرابع هناخد مع بعض الدرس الاول في الوحدة الثانية باسم تراثنا الوطني الدرس ده هنتكلم عن التراث التراث يعني حاجات قديمة من زمان اتعملت من اجدادنا المصريين اللي هم المصريين القدماء او الفراعنة وحفظنا عليها لحد دلوقتي فهنعرف كلمة تراث بايه كل ما تركه لنا اجدادنا كلمة التراث لوحدها كل ما تركه لنا اجدادنا تركولنا ايه أو سابولنا ايه آثار أو مواقع طبيعية أو عادات وتقاليد يبقى كلمة تراث هي كل ما تركه لنا أجدادنا من أشياء قيمة يعني أشياء عظيمة مثل الآثار أو المواقع الطبيعية أو العادات والتقاليد عشان كده جت منظمة اليونسكو وعملت يوم 18 إبريل من كل سنة اليوم العالمي للاحتفال بالتراث الوطني اليوم ده يوم 18 من شهر أربعة كل سنة وقلنا بتعمله منظمة اليونسكو منظمة اليونسكو ده اختصار لست كلمات ده اسمها كله اسمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ده اسمها نختصرها في كلمة اليونسكو هي اللي عملت اليوم العالمي للاحتفال بالتراث الوطني يوم 18 إبريل لو جاء لي بما تفسر ايه أهمية اليوم ده أو ليه عملته منظمة اليونسكو لتوعية شعوب العالم بضرورة الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي التراث الطبيعي والثقافي ده كلمة التراث بنقسمها لنوعين يا إما تراث طبيعي يا إما تراث ثقافي يبقى أهمية اليوم ده للتوعية شعوب العالم بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي أو الثقافي يبقى احنا قلنا التراث له او بنقسمه لحاجتين يا اما تراث ثقافي زي اهرامات الجيزه يا اما تراث طبيعي زي حته اسمها وادي الحيتان موجوده في الفيوم كلمه تراث ثقافي عشان نعرف نحفظها اي حاجه بناها الانسان فدي تراث ثقافي التراث الطبيعي يعني حاجات موجوده اصلا الانسان ما صنعهاش نبدا بالتراث الثقافي كلمه تاني قلنا التراث هو نوعين تراث طبيعي وتراث ثقافي هنبدأ بالتراث الثقافي وقلنا هو أي حاجة عملها الإنسان ده اسمها تراث ثقافي طيب هنعرفها بإيه التراث الثقافي هو ما توارثته الأجيال توارثته يعني حاجات اتعملت من زمان وفضلنا نورثها يعني فضلنا نطبقها وفضلت عايشة معانا لحد دلوقتي زي إيه؟ قال لي زي الحرف التراثية زي مثلا صناعه الجلود او الغزل والنسيج او الفخار دي كلها حرف تراثية زي المأكولات زي مثلا الفسيخ اللي قلنا ده كان بيتعمل من ايام الفراعنة في عيد شم النسيم لسه بنعمله لحد دلوقتي زي الملابس المحلية الملابس مثلا المحلية بتاعت سينا او بتاعت واحد سيوة او بتاعت النوبة دي موجودة من زمان ولسه بنحافظ عليها لحد دلوقتي زي الفنون الشعبية زي مثلا ما اخدنا رقصة البنبوطية او آلة السمسمية دي حاجات موجودة من زمان زي الأماكن السياحية والأثرية الأماكن السياحية والأثرية عندنا مثلا المعابد عندنا الأهرامات وبالهول عندنا القلاع وعندنا المساجد وعندنا الكنائس وعندنا الأديرة الأديرة دي حاجات خاصة بالمسيحيين زي الكنائس يبقى التراث الثقافي تاني هو كل ما توارثته الأجيال مثل الحرف التراثية أو المأكولات أو الملابس أو الفدون الشعبية أو الأماكن السياحية والأثرية هناخد في الدرس ده مثالين على التراث الثقافي والاثنين دول بناهم نفس الشخص وهو صلاح الدين الأيوبي أول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي هي قلعة صلاح الدين الأيوبي في حتة اسمها طابة قلعة صلاح الدين الأيوبي في حتة اسمها طابة طيب فين في طابة بالظبط في جزيره فرعون جزيره في نص البحر اسمها جزيره فرعون الجزيره دي موجوده فين في مدينه طابه طب مدينه طابه دي موجوده في انهي محافظه جنوب سيناء يبقى مكان قلعه صلاح الدين في جزيره فرعون في مدينه طابه في محافظه جنوب سيناء اللي السهم بيشاور عليها هنا بالظبط اهميتها ايه بقى القلعه دي دايما القلعه اي قلعه اتعملت هي اتعملت عشان تحمي البلد بيبقى قاعد جواه الجيش بيبقى شايف اي حد جاي من ناحية البحر اي اعداء يعني وبيبقى الجيش قاعد جوه القلعة دي لو شافوا اي حد فبنبدأ نضرب عليهم ونحمي بلدنا فلو جاء اللي بما تفسر اهمية قلعة صلاح الدين في طابة عندي حاجتين قال لي اول حاجة حماية الطريق بين مصر وجيرانها الخريطة اللي قدامنا دي هي مصر لما إحنا عملنا القلعة دي عرفنا إن إحنا نحمي مصر من أي أعداء يدخله سواء من ناحية البحر أو من ناحية الأرض تاني حاجة تأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء عشان تأمين خليج العقبة يعني مفيش أي أعداء هيدخلونا من ناحية البحر ولا من ناحية الأرض. بهي دي مهمة قلعة صلاح الدين الايوبي اللي في طوبة ايه اهميتها تاني حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها وتأمين خليج العقبة والبحر الاحمر من الاعداء تاني حاجه عملها صلاح الدين الايوبي حاجه اسمها سور مجري العيون بالقاهره سور مجري العيون ده موجود في القاهره من مواقع التراث الثقافي عمله صلاح الدين الايوبي طيب عملها ليه بقى كان عايز يوصل مية نهر النيل لقلعته اللي في القاهرة هتقولي يا ميس هو احنا مش لسه قايلين ان قلعة صلاح الدين دي موجودة في طابة آه بس صلاح الدين عمل قلعتين واحدة في طابة ولسه أخدينها من شوية واحدة كمان في القاهرة اللي في القاهرة دي هي اللي كان عايز يوصل لها مية نهر النيل فعمل حاجة اسمها سور مجرى العيون بالقاهرة لو قال لي إيه أهميتها هنقول يحمل المياه التي ترفعها السواقي من نهر النيل لتوصيلها لقلعة صلاح الدين بالقاهرة يعني توصيل مياه نهر النيل لقلعة صلاح الدين بالقاهرة محدش يكتب قلعة صلاح الدين اللي في طابه لا دي غلط مش هينفع نوصل مياه نهر النيل لسينا بعيده لا هي اهميه سور مجري العيون ان هو يوصل مياه نهر النيل لقلعة صلاح الدين اللي في القاهرة اللي جنبه بالظبط كده خلصنا التراث الثقافي اتنين عملهم صلاح الدين الايوبي قلعة صلاح الدين في طابة وسور مجرى العيون بالقاهرة تاني حاجة هو التراث الطبيعي ايه التراث الطبيعي ده اللي هي المواقع الطبيعية الجميلة التي لم يتدخل الانسان في صناعتها هي موجودة اصلا الانسان ما عملش فيها اي حاجة زي ايه اول حاجة محميه الغابه المتحجره ودى موجوده فى محافظه القاهره شرق حي المعادى حي المعادى دى منطقه موجوده فى القاهره شرقها بالظبط موجوده محميه الغابه المتحجره فى محافظه القاهره هي اسمها غابه احنا بنقول ان الغابه فيها اشجار ومتحجره يعنى حجر فهنا اتسمت بالاسم ده المحميه دي اتسمت بالاسم ده لان بها مجموعه من الاشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية لو جاء لي ايه اهمية محمية الغابة المتحجرة هنقول بها مجموعة من الاشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية زي اللي موجودة هنا عندنا في الصور دي اللي في الصورة دي تمام تاني محمية الغابة المتحجرة موجودة في محافظة القاهرة شرق حي المعادي أهميتها إيه؟ بها مجموعة من الأشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية تاني حاجة هي محمية رأس محمد ودي موجودة في محافظة جنوب سيناء فين في جنوب سيناء بالضبط عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة عند التقاء يعني النقطة اللي بيشاور عليها السهم دي اللي بين خليج السويس وخليج العقبه دي فيها محميه راس محمد اللي موجوده قدامنا في الصوره دي المحميه دي جوه البحر الاحمر لو جاء لي ايه اهميه محميه راس محمد هنقول هي فيها الشواطئ المرجانيه الشعاب المرجانيه اسماك ملونه وسلاحف بحريه مهدده بالانقراض واحياء مائيه نادره الشواطئ المرجانيه الب... الشواطئ اللي فيها شعاب مرجانيه وفيها الاسماك الملونه وفيها سلاحف بحريه مهدده بالانقراض يعني نوع معين من السلاحف اتبقي منه عدد صغير، العدد ده لو مات مش, مش هيبقي موجود منه تاني واحياء مائيه نادره يعني اسماك اشكالها مش موجوده غير في المكان ده بس تالت حاجه واخر حاجه في التراث الطبيعي هي محميه وادي الريان ودي موجوده في محافظه الفيوم أهميتها إيه المحمية دي؟ قال لي إن فيها مناظر طبيعية مميزة زي البحيرات والشلالات وكمان فيها حيوانات برية زي التعالب الصحراوية والغزلان يبقى لو جاء اللي بما تفسر أهمية محمية وادي الريان هنقول إن فيها مناظر طبيعية زي البحيرات والشلالات وفيها حيوانات برية زي التعالب والغزلان عشان كده المنطقه دي مهمه جدا فسجلتها الحكومه المصريه كمحميه طبيعيه سجلتها الحكومه المصريه كمحميه طبيعيه كلمه محميه اصلا جايه من كلمه الحمايه فلما الدوله تقول على مكان معين ان ده محميه يبقى المكان ده هيبقى زي مكان سياحي ان احنا نتفرج عليه نهتم بالحاجات اللي فيه بس ممنوع فيه صيد حيوانات ممنوع فيه اي حد يبوظ المكان ده او الحاجات اللي جواه يبقى اللي جاء لي بما تفسر سجلت الحكومه المصريه محميه وادي الريان كمحميه طبيعيه هنقول للحفاظ عليها وحمايتها وده عشان كان سكان الفيوم بيحبوا يروحوا يصطادوا التعالب والغزلان اللي موجوده في المكان ده فبعد ما الحكومه المصريه سجلت المكان ده كمحميه طبيعيه منع سكان الفيوم الصيد في المكان ده خالص هيجي يقول لي بما تفسر منع سكان الفيوم الصيد من محميه وادي الريان ليه عشان حاجتين اول حاجه لانها تراث طبيعي في محافظه الفيوم تاني حاجه لانها مصدر دخل من السياحه مصدر دخل يعني بتدخلهم فلوس من السياحه عشان محميه وادي الريان دي بيزورها سياح كتير وبيروح لها رحلات كتير جدا فبتدخل لهم فلوس كتير جدا من السياحه منظمه اليونسكو بقى اللي احنا بنتكلم عليها بقى لنا كتير ايه هي منظمه اليونسكو احنا قلنا هي ست حروف اختصار لست كلمات اللي هم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو دي اتعملت عشان عايزة تنشر السلام في كل بلاد العالم وتهتم بمجال التربية والعلوم والثقافة لو جاء لي ايه بقى طيب دور منظمة اليونسكو ده في الحفاظ على التراث العالمي ازاي منظمة اليونسكو بتحافظ على التراث او الاماكن التراثية اللي موجودة من زمان في كل بلاد العالم مش في مصر بس اول حاجة قال لنا هي بتقدم المساعدة للدول للحفاظ على الاماكن التراثية المهددة بالخطر أماكن مهددة بالخطر يعني لو حصل مثلا أي زلزال ممكن كل المدينة دي تتهد على الارض زي عندنا مثال مهم مدينه صنعاء القديمه في دوله عربيه اسمها اليمن المدينه دي كانت محتاجه ترميم المدينه دي كانت مهدده بالخطر لو حصل اي زلزال كانت المدينه دي كلها هتتهد فهنا منظمه اليونسكو هي اللي اهتمت بالمكان ده وعملت له حاجه اسمها ترميم ترميم يعني صلحت المكان ده خالص وفضلت المدينه دي موجوده دلوقتي زي ما هي تاني حاجه بتعملها منظمه اليونسكو بتشجع كل دول العالم على تحديد مواقع التراث الطبيعي والثقافي مثلا عندنا في مصر احنا عندنا اماكن سياحيه كتير بس مش متح... ما كانش متحدد مين فيهم تراث طبيعي ومين فيهم تراث ثقافي فمنظمه اليونسكو هي اللي بتشجع كل الدول ان هي تحدد ايه هو التراث الطبيعي وايه هو التراث الثقافي عشان المواطنين اللي عايشين في البلد يبقوا عارفين اخر حاجه بتعملها منظمه اليونسكو بتختار اماكن معينه الاماكن دي بتكون مميزه جدا وبتحطها في حاجه اسمها قائمه التراث العالمي ايه هي اهميه قائمه التراث العالمي اللي بتعملها منظمه اليونسكو قال لي القائمه دي مهمه عشان بتعرف المواطنين ايه هو التراث الطبيعي وايه هو التراث الثقافي وازاي نحافظ عليه تاني حاجه بتشجع دول العالم ان هي تاخد الاجراءات اللازمه عشان تحافظ على المواقع الاثريه اللي عندها ثالث حاجه بتعمق تعميق يعني بتزود بتزود شعور المواطنين بالانتماء للوطن بتاعهم هي لما تقول مثلا ان في مصر عندنا اماكن سياحيه كتير جدا وفي منها كتير محطوط في قائمه التراث العالمي فاحنا هنحس ان بلدنا دي بلدنا حلوه وفيها اماكن كتير حلوه والمفروض نحافظ عليها اخر حاجه دعم السياحه منظمه اليونسكو لما تقول مثلا ان في مكان معين ده هنحطه في قائمه التراث العالمي فكل دول العالم هتفهم ان المكان ده مكان مهم فيبداوا يروح يزوروه يبقى كده منظمه اليونسكو دعمت السياحه او نشطت السياحه او زودت السياحه للمكان ده يبقى كده هي هو ده دور منظمه اليونسكو في الحفاظ على التراث واهميه قائمه التراث العالمي كل اللي احنا بنتكلم عليه ده بيزود الدخل القومي للدولة والدخل القومي للدولة يعني الفلوس، كده نكون خلصنا الدرس الأول من الوحدة التانية وهنكمل مع بعض باقي الدروس.